سيدي الزلمة هرب. قلت هرب؟ وقوص على واحد منا كمان. مين؟ للأسف وائل. ولا كيفه؟ والله عطاك عمره سيدي. استغفر الله العظيم، الله يرحمه ويدخله الجنة. أنا اللي رح أقتل هذا الزلمة بإيدي، والله ياخدني إذا ما بقتله لهالزلمة. ممدوح هيك يمين ما بيناسبنا، أهدى شوي. بسرعة شي دكتور لهون، دكتور يجي يساعدنا. يلا يلا تحمل شوي. دكتور بعتولنا دكتور. دكتور تعال هون، تعال غرفة فاضية. دكتور دكتور يلا بسرعة دكتور. فتحوه بسرعة دكتور، بسرعة لو سمحت. ثابت ثابت، خلاص هلا رح ترتاح هون، طول بالك. شو صاير مع المريض؟ ما بعرف، فجأة تعب وبلش يسحل. ثابت هدي حالك شوي، تماسك. بتعرف شو أكل آخر مرة؟ ممكن يكون متسمم. غريبة، نحن أكلنا نفس الأكل. ثابت ثابت ثابت، سوي تحليل للدم فورا. حاضر. ثابت قل لي شبك، شو صاير معه؟ وضعه مو منيح بالمرة. تحمل شوي ثابت، لازم نعرف شبه بالأول. بسرعة سووا كل شي بتقدروا عليه، بس خلوه يرتاح. لك الزلمة مو منيح، طب ليش ما أخذته على مشفى أحسن؟ لقينا هون أنا وجبناه لعندك، يلا فحصه. دكتور دكتور أنت لازم تساوي شي، الله يخليك ساعده. إذا بتريد اهدى شوي، لازم نعرف شو صاير معه. انتو ما بتنفعوا بشي، عنجد فاشلين. لك هدول وصلوا على الباب وانتو نايمين، هيك ما بيمشي الحال معنا. فتحوا عيونكم منيح، انتو الاثنين لهني. حاضر سيدي. وانتو على الباب الخلفي. امرك سيد. وانتو هون، انت خليك واقف ورا، ما حدا يتحرك من محله، ما بدي الطير يطير. شو صار معكم؟ وينو غيس؟ راح قوصوا علينا كتير قام هربنا. الله يلعنكم، اصلا انتم ما بتنفعوا لشيء. سيدي هدول حاطين ببالهم كتير، بنص النهار وبدون ما يخافوا، حاملين سلاح وجايين يدهموا المكتب. كله تمام سيدي، بس تاخذ دواك رح يرجع ضغطك منيح. ماشي فيك تروحي. معافى سيدي. هذا غيس عنيد وراسه يابس، نسخة عن أبوه، وقت بيحط شي براسه لك حتى الموت ما بيخافه. سيدي شو رأيك نروح نقعد ببيت الجبل شي كم يوم، ترتاح لك شوي وبتغير جو، وهنيك رح تكون بأمان، لأنه عن جد غيس وثابت عم بيخوفوني. بس يموت ثابت، وقتها أكيد غيس رح ينكسر جناحه، وقتها رح يعصب أكتر ما أنه معصب، ورح يغلط أكتر وأكتر، وقتها بيصير لقمة سهلة إلنا. قلت ثابت رح يموت؟ طيب كيف رح يموت؟ خضر أغلو عطي دواء لثابت، حتى هالليلة ما بيقدر يكملها، وطبعا رفقاته ما عندهن علم. يا سيدي هذا خضر أغلو عن جد ما في منه بهذا المجال. أول ما سمعت أنا إجيت، طمني عنك. أنا منيح ما فيني شي. أنت شو سويت بقصة المحامي؟ شوية تانية كنت رح نمسك. المحامي مات، بس نجيب عرف إنه المحامي هو اللي وقع سالم من الشباك، فداهمه مكتبه. إذا كان المحامي ميت ما عاد في شي له أهمية. ناريمان خانم، أنا بعرف إنه هالشي صعب عليكي هلأ، بس شوفي لي هالصورة وخبريني. الشخص اللي اسمه بيكهاس هذا هو؟ آسف أنا ما عرفتكم من قبل، هاي مدامتي. تشرفت بمعرفتك. وأنا إيه هذا نفس الزلمة. طيب أنتي متأكدة؟ طبعا متأكدة. ممدوح خذ مذكرة اعتقال من زكي يحيى فورا. حاضر سيدي. وأنا هلأ رح روح أخذ أوراق التحاليل وشوف شو صار فيهم. بالإذن سيدي. ماشي.
ألو؟ بيكهاس، أنا ستيفانيل، عندي أخبار سيئة لك. مرته للمحامي تعرفت عليك قبل شوي. أي محامي؟ لك اللي صار معه حادث بمكتبه اليوم. مرته كانت هنيك وقتها. أنا ما حسبت حساب هالشي. انتبه، هن جايين لعندك حتى يعتقلوك. معناتها خلينا نتصرف، بنت المرة يمكن معه. طبعا. منيح، متأكد إنها بتحب بنتها كثير. احكي معه من دون ما حدا ينتبه، خلينا نعرف قديش بتحب بنته. ماشي، أنا رح أحاول. فتحي عينك منيح وخلصي القصة لبين ما أجي لهنيك، وإذا بصير أي مشكلة أنت المسؤولة. مثل ما بدك، بتأمر معلم. شو صار معك بالتقرير؟ أنو تقرير قصدك؟ اللي رحتوا من شانه. إيه صحيح، لسه ما أجل هلأ. منيح، شباب رايحين يجيبوا بكاس لهون وبدي إياكي تروحي معهم. ما بقدر، لازم حل قضية التقرير هداك. التقرير لسه ما أجل، شو بدك تحلي فيه؟ بس يجي بتحلي. مدير القسم اتصل وطلب مني إن اهتم فيه، بس إذا بدك بتصل فيه وبقول له آسفة سيدي، أنا ما بقدر أشوف وراء التحاليل هلأ لأنه السيد نجيب عنده طلبات أهم. شوفي ستيفانيل، النظام مطلوب، بعدين لا تنسي في شيء اسمه الرتب بهذا القسم، حتى رئيس القسم بذات نفسه بيعرف هالشي منيح. إذا عنده شيء طلب حضرته بيتصل وبيخبرني. لا تنسي أنت معاونتي إلي، ولأنك جديدة هون ما رح أقول شيء هالمرة، بس لبقى تعارضي أوامري مرة تانية. أنت فهمتي؟ طبعا فهمت. قولي سيدي. أنا فهمت سيدي. طلعت نتائج تحليل الدم دكتور. هاتي لشوف. خير دكتور، شو صاير؟ خبرنا. في شي غريب كتير. حسب هذا التقرير في بدمه مادة نحن ما قدرنا نعرف شو هي أبدا. كيف يعني؟ أنا بتوقع أنه رفيقك حدا عطيه دواء خاص، وكأن مادة بتسرع قلبه كتير لحتى يتعب ويموت. شو هالحكي هاد؟ بيصير هيك؟ ما بنعرف إيمت عطوه الدواء، وحسب التقرير كمان ممكن يصير معه جلطة بأي لحظة. طب ما في دواء أو حل هالشي؟ أنا ما بعرف الدواء اللي أخده. لك كيف ما بتعرف أنت؟ مانك دكتور ولا شو؟ هاي التقارير قدامك، لاقي لي حل. ما بيصير هذا الشي، اهدى شوي. أنتوا حتى تعرفوا شو هو الدواء لازم تنقلوه من هون على مشفى أحسن، لأنه بده تحاليل غير هي، أو ضروري تلاقوا الشخص اللي أعطاه الدواء. هاي شغلة كبيرة كتير ولازمها مشفى كبير. اسمعوا مني وخدوه بسرعة من هون. إيه سيدي الضابط، شو بدنا نساوي؟ الزلمة رح يروح من بين إيدينا. ما بعرف خيري، ما بعرف، ما بعرف. خضر، تعال سيدي، يمكن ثابت بده يحكي شيء. لك تعال بسرعة. خضر. ثابت، يلا ثابت، حاول إنك تحكي. مين اللي سوا فيك هيك؟ حاول تتذكر. خضر، 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 يلا احكي احكي، نحن عم نسمعك. خضر أغلو، خضر أغلو. قال خضر أغلو. خضر أغلو مسويها؟ معناتها هو يلي عطيه الدواء، عديم الشرف. خضر، خضر أغلو. العمى شو حقير هالزلمة. ايه شو بدنا نساوي؟ انا رايح اجيبه من نص بيته لهالكلب. انت بتضل هون مع ثابت، ما بتتحرك. رح اجيبه لهالكلب وارجع. خضر أغلو، خضر أغلو. لك ما في ولا خبر مثير؟ الاغتيال اللي رسمناه لرأفة قهوجي لهلا ما كان يزبط. اذا مرق يوم بلا احداث معناها نحن رجعنا لورا شي شهر، وانه ينحكى هالشي عن جد مو بصالحنا بنوب. شو صار بكهاز؟ كأنه زلمتك لهلأ ما ساوى شي. هلأ بتصل وبسأله شو صار معه. سيد زكريا تفضل انت حاكي. ألو، أنا زكريا الصغير. لك شو صار معك بالموضوع يا بطل؟ فات لجوا قبل ساعة،
بس كان في عجقة كتير وما قدرت نفذ، عم بستناه بس يطلع. هذا مو حكي يا ابني، نحن متأكدين انك بتساويها. يلا ولا تتراجع ابدا، لا تنسى حرية شعبك وكمان حلم استقلال كردستان كله بين ايديك انت. انت لا تخاف من شيء ولا تخلي ايديك يرجفوا ابدا. طيب اذا مسكت شو رح يصير؟ شو رح يصير؟ اكيد بدنا نطالعك ورح تصير مشهور مثلك مثل اللي قوصوا الصحفيين الارمن. فجأة رح تلاقي حالك صرت مشهور قد الدنيا ولك ما حدا قدك، ورح يصيروا البنات يعرضوا عليك الزواج. والله شي حلو عن جد، هالمهمة ما لازم تكون لحدا إلا من نصيبي. يلا يا زلمة خلصني بقى. سيدي الشغلة خلصت، النفخة اللي نفخته إياها هلأ ما بتلاقيه إلا خلص عليه. كتير منيح. وهلأ في عندكم شي أخبار جديدة من الصحفيين المحرضين يلي حطيناهم بين القوميين حتى يجيبوا لنا أخبارهم؟ سيدي مثل ما بتعرف نحن قلنا سنة عم نشتغل بكل جهدنا حتى نوصل الحزب القومي للخط اللي رسمنا له إياه، بس لولا المشكلة اللي صارت معنا قبل 10 شهور كنا نحن استولينا عليه هلأ. وأنا هلأ صار عندي أدلة حتى نسكر هالقضية بشكل نهائي. شو بدنا نساوي؟ ما كان الحق علينا، بس كان في عالم عم بتخوننا. بتعرفوا لو صارت بهداك الوقت كانت حلوة. انت ما في داعي تقلق بالمرة، المجلس من وقت تأسيسه لهلأ ما شاف هيك تحريض. نحن كل شيء عم نخطط انه نساويه هلأ انه نخلي الديمقراطية تتشكل بالدولة من اول وجديد، وبعدين منخلي خضر أوغلو بعام 2012 مستلم كل القصر الرئاسي. بس المشكلة انه عناصرنا الصديقة والاعلاميين اللي وكلناهم يكتبوا عن هذا الحدث الحقيقة هن خايفين انهم ينكشفوا ويروحوا فيها كمان، ما عم يكتبوا هن مرتاحين مثل قبل، بس كمان عم بيسووا اللي بيقدروا عليه. جماعتنا عديمين الحياة. مشان القصر الرئاسي كنت مفكر انه خلي خضر أوغلو رئيس الحزب القومي، بس انا تراجعت لانه في عندي عضو احسن منه بكتير. مين هو سيدي؟ ما حكيت لنا عليه من قبل. بكهاس. قصدك لقيتني مناسب أكثر؟ أكيد، لأنك واحد بتقدر تقنع العالم بسهولة، وبهالكاريزما رح تقدر تشد كتير شباب لعنا. سيدي شكراً على المجاملة، عن جد خجلتني، بس اللغة الأم تبعي مو مناسبة، إذا عرف الشعب رح يطردوني لآخر معمر الله. لك شو هذا يا سيدي، عن جد هالفكرة بتجنن، كيف ما فكرت بهالشي من قبل؟ اطمن بوعدك ما حدا رح يعرف ماضيك. السجلات من 150 سنة كل ما بيصير لنا فرصة عم نحرقهم. النتيجة اللي بدنا إياها من رأفت ما أخذناها ولا رح نستفيد منه كمان. لك هذا لا بيتراجع عن آماله ولا بيحل عنا، حتى الشباب القوميين اللي تحت إيديه ما خلانا نستغلهم، وما قدرنا نستولي على رئيس الحزب الحاكم اللي كان بدنا إياه كمان. أساساً الشباب اللي عندهم ولاء لإله، بس فكرة السيد فيثاغورس اللي قالها بكلمة واحدة فكرة جنان. بس بتعرفوا نحن فينا نأثر عليهم بطريقة سهلة، عن طريق الصحفيين اللي ساويناهم أعضاء بالحزب. حاولنا من قبل عن طريق واحد بروفيسور إنه نستولي على هذا الحزب كله، بس فهمت إنه هذا الشيء ما بيصير عن طريق الأشخاص، وما بقي قدامنا غير نحط بكهاس برئاسة الحزب ونستولي عليه بشكل مباشر. بقى برأيي لازم نتخلص من رأفة قهوجي بالأول، منشان هيك لازم نكون مجهزين كل الوسائل لاغتياله، وطبعاً مثل ما منساوي بالجنازات أكيد رح نهتم بشكل خاص. وبعدين يا جماعة رح نشغل شعارات التهديد والإرهاب والمعارضة. صحيح يا جماعة، خضر أوغلو وينه؟ ما بعرف، اتصل فيه وشوفه وينه. أنا بساوية. إمتى رح ترجع مرتك؟ هي راحت على أنقرة، لسه بدها كم يوم. معناها إذا صرت أنت رئيس الدولة أكيد هي رح تصير السيدة الأولى، مو على أساس رح تطلقها؟ خلص ولا يهمك، بعدين أنا وياها أكيد رح نطلق، ما بيكفي إنه أنت السيدة الأولى لقلبي، شو بدك بالشغلات التانية؟ شو عم تساوي؟ كل يوم هالكذب؟ ألو؟ لك أنت وينك لهلا؟ السيد عم يسأل عنك.
عندي شغلة صغيرة بس تقريبا خلصت. طيب مو على أساس نسهر اليوم مع بعض؟ يلا لا طول علينا. خلص ماشي، خبر السيد وقل له بس مسافة الطريق. ماشي عم نستناك. انت شو رأيك فيه؟ ختياره شرير. كأنك عم تزوديها معي شوي. ما مين بدك؟ بدي خضر أوغلو. طب مين انت لقله؟ بس تفيق بخبرك. تفضلي وهي اجا الشوفير، افتحي له لو سمحتي. عديم الشرف شو؟ فوتي فوتي. غيس عن جد انك واحد واطي وعديم الشرف كمان. شو سويت مع ثابت؟ ماني مساوي شي. شو عطيت ولا ثابت؟ الأفضل إنك تحكي قبل ما كسر عظامك واحدة ورا التانية. ما عندي علم عن شو عم تحكي، وبحلف لك بشرفي إني ما بعرف شي. لك في حدا بيحلف بشي ما عنده إياه ولك؟ أمشي معي لشوف. ليكو طلع. يلا أنا رح صور. بسرعة سجل سجل سجل. سيد قهوجي، بدنا نعرف شو رأيك بخصوص الشجار اللي صار بالمجلس عن حرب الجبل. يا جماعة، الشجار اللي صار بالمجلس أكيد بقي بالمجلس. بصراحة أنا ما فيني أحكي عن اللي صار لأنه لازم أحترم القوانين، بس أكيد نحن رح نتابع الموضوع بالطريقة القانونية. وكل الأسئلة اللي أنتوا حابين تسألوها اليوم حطوها بصندوق البريد تبعنا وأكيد رح نردلكن عليها. سيد قهوجي، عم يقولوا أنه قوات التنظيم الإرهابي رح يساووا عملياتهم بالمدن، شو رأيك بهذا الشيء؟ اسمعوني يا جماعة، أنا بنادي كل إخوتي الشباب القوميين الأتراك أنه ما يطلعوا يتظاهروا بالشوارع، لأنه الموضوع ما بينحل إذا طلعت العالم بهالشكل على الشوارع، وهالشي مو معناته أنه نحن رضيانين عن الشيء اللي عم يسووه الإرهابيين ببلدنا بالمرة، لأنه عن جد بسبب هالمظاهرات هي انشلت حركة الحزب تبعنا وتعطلنا. بعمرها هيك شغلات ما انحلت بالتظاهر أبداً، وبتمنى ما يصير اشتباكات. بس وقت كنت شاب كنت تظاهر. مزبوط، أنا كمان وقت كنت شاب عشت هالشغلات هي، والنتيجة كانت أنه الواحد ما بيستفيد شيء من المظاهرات، حتى الدولة رح تتأثر كمان بالمظاهرات، وهي اللعبة عم تنلعب من زمان على حزبنا هذا ليقضوا عليه. ومثل ما بتعرفوا هني حاولوا يبعدوني عن الخط كتير. أنا متأكد أنه الأعمدة القومية عنا ما رح تعطي إذن لهيك شغلات مرة تانية بالمرة أبداً. بس من شانك أنا رح روح وساعد ثابت، أنت بتعرف قديش بحبك، وأنا أكتر واحد زعل لأنك تركنا ورحت. لا تكون مفكر حالك اني رح صدق هالحكي. اه هلا بدك تروح معي لعند رفيقي؟ اذا ما بتداويه وبتخليه طيب رح شد هالجرافي وشده وشده، واخر شيء اكيد رح اخنقك فيها لحتى تموت. شو رايك؟ بضل شد وبشد بهالجرافي لحتى تطلع روحك من تمك. عم تفهم؟ لك عم تفهم شو عم قلك؟ صدقني لحتى قتلك، انا اللي رح قتلك بايدي هدول اذا ما بتقلي شو عملت. وهلا امشي قدامي، امشي. يلا يا شباب بكفي. سيدي بس توضيح. لو سمحت سيدي بكفي كل هاي الاسئله. لو سمحت بس سؤال ثاني. بس سؤال على السريع لو سمحت. لسه في اسئله ما جاوبنا عليها سيدي. لازم نعرف شو عم بيصير. بكفي اسئله يا شباب بعد شوي. بس سؤال واحد، العالم بدها تعرف شو عم يصير. لو سمحت سيدي. الموت لقتلت الكراد، الموت إلك وللي بدك. لا ما شو صار؟ بعدو بعدو سكوب هربوا هربوا. يلا سكوب بسرعة. ليكو هريك لك مين هاد؟ خلونا نصور. يلا امشي قدامي. شو انت ما بتعرف مين انا يعني؟ راح تفوت حالك بورطة كبيرة. طمن بالك انا اللي بعرفك، وبالرغم من كل شي بعرفه عنك بدك تروح معي. خلصني بقى.
امشي. تعالوا هنا. لا تخليه يهرب، لا تخليه، لا تتركوه، اضربوه للحقير. شو هذا؟ مين وراك هنا؟ يا حقير ليش هيك عملت؟ لازم موتوا. مين قالك تعمل هيك؟ اضربوه للمجري، خلصوا عليه. ليش هيك سويت؟ يا كلب يا واطي، لا تموتوه. بدك تموت الزلمة؟ يموت. وقفوا، رجعوا لبرا، رجعوا. يلا من هون. شرطة بعده هيك، عملكم بعده هيك. روحوا من هون، ما بدي اشوف حدا هون. لك يا جماعة كل واحد على شغله رجاءك. لك هذا الزلمة مات؟ مالنا رايحين من هون. يلا ما بدي اشوف حدا. خلصنا، هي جريمة قتل كلكم لورا. إذا ما بتروحوا رح أول صار. على ورا بسرعة، خلصونا بقى. يلا يلا من هون. ربطه كتير منيح وما بدي اياه يروح من هون. انتبه منيح، هذا واحد خطير. حاضر سيدي. يلا انا طالع. وانا جاي معك. لوين بدك تجي بلا جنان؟ وين مانك رايح بروح معك، ما فيني ضل هون مع هالمجنون. طيب يلا امشي، بس بتنزلي بالطريق. يلا امشي. ماشي. شو بده هالرجال منك؟ يلا ركبي وبلا أسئلة كثيرة. شو لهلا ما اجوا الشباب وجابوا معهم بكهاس؟ ما بقى إلا يوصلوا. سيدي في عنا خبر سيء. شو في كمان؟ موصين على رأفت قهوجي، بس ما يكون مات. جروحه خطيرة وهلا رح ياخذوه على المستشفى. مين مقوصه؟ الشاب اللي اسمه وسيم، هو نفسه اللي حاول يحرق الباص ذاك الأسبوع. وبعدين حدا مسكه؟ للأسف قتلوا العالم اللي كانوا واقفين هنيك. من وين طلعت لنا هالقصة؟ طيب ممدوح وينه؟ أخذ هاني وراحوا على مكتب المحامي حتى ياخذوا البصمات من هنيك. لك وبعدين معهم؟ يعني ما بدهم يملوا بقى؟ حاضروا حالكم، بدنا نطلع. ماشي سيدي. يلا يلا. روح من وشي بقى سيدي، لنشوفنا ريمان خانم شو وضعها. بس بدي افهم ليش ساووا هالشي معه. عن جد جوزي ما كان في عنده اعداء. قلي لي نحن لامتى بدنا نضل هون؟ بعتذر ما فيك تروحي، هن راحوا يجيبوا المشتبه فيه لهون، بس تشوفيه بصير فيك تروحي. الضابط نجيب راع على حادثة، روح اطمني عليهم. حاضر سيدي. طيب ناريمان خانو؟ خلص أنا رح ضل معه، وبدي توصلنا على شاي. حاضر سيدي. شو صار زكريا؟ يلا أنا على الطريق. نحن لهلأ عم نستناك، شو وينك؟ رح أحكي لك شو صار. غيس داهم بيتي، بس أنا قدرت خلص حالي. شو؟ بس إشي بحكي لكم. استنى، تغيرت الخطة. أوص ورأفت قهوجي، بس هو ما مات. أخدوه على المشفى. على أنو مشفى؟ أكيد رح ياخدوه على المشفى تبعك، لأنه هي أقرب شي على المكان اللي هن فيه، وإنت لازم تروح لهنيك. طيب ليش؟ لك ما بدها ليش؟ لأنه الزلمة لهلأ ما مات. لك فهم علي؟ فهمت عليك. لازم نتخلص منه. طب ماشي، أنا رايح على المستشفى، وأنت خبر بكهاسي بعد حدا من رجاله على بيتي. غيس مغمى عليه بالبيت، وشوفير هنيك عنده. يلا هلأ بقله. يلا قوم انزلي. لك شو هالحكي هاد؟ وأنا شو بدي ساوي هون؟ فهمي علي وقوم انزلي، عندي شغل كتير، مالي فاضي لك هلأ. بعتذر مالي نازلة. خلصيني بقى، اترك ايدي. شو صار لك؟ قومي انزلي. اه
خدي هدول إيجار تاكسي. لك شو هادية؟ يا ريتني تركت هداك الرجال يكسر راسك. ماشي أنا بعرف أتصرف معك. أمي قولي لي أنت رح يجي بابا لهون؟ بعد شوي رح يجي حبيبتي، خلص رح يجي لا تخافي. ما شاء الله بنتك حلوة كتير. بس هي متعلقة كتير بأبوها، والله ما بعرف شو بدي ساوي هلأ. تعي لعندي شوي حبيبتي. امشي معي. روحي حبيبتي. رح أخذك لعند الكمبيوتر حتى تلعبي شوي. كتير صعبة إن تضل بلا أب بهالعمر. للأسف هلأ أنت بقيتي لحالك حتى تربيها. رح ساوي اللي بقدر عليه من شانها. طيب وإذا صار لك شي كمان؟ الله لا يقدر. أنت شو قصدك؟ الزلمة اللي ادعيتي عليه أنت وقلتي إنك شفتيه بمكتب جوزك اليوم زلمة كتير خطير. بالله؟ بس جوزي شو له شغل مع هيك عالم يعني؟ أنا ما بعرف، بس أنا متأكدة إنه الأشخاص اللي قتلوا جوزك ما رح يتركوكم بحالكم، لا أنت ولا بنتك. يعني لازم غير أقوالي برأيك؟ بس على أساس أنت شرطية، كيف بتقولي هيك شي؟ أنا ما عم أحكي هيك مشاني، بس عن جد كنت عم فكر ببنتك. هدول الناس ما بيهمون أي شي. شي يوم يمكن تقلك بنتك أنا رايحة على الحديقة بعدين بتروحي بتلاقيها ميتة. لك شو عم بتقولي أنت؟ لأنه هالشغلات صارت معنا كذا مرة والشرطة ما قدرت تحميهم بنوب. أنا ما عم قلك هالشغلات كشرطية مثلاً، عم قلك هالحكي بصفتي أم وعندي أولاد كمان. أنا ما فيني أحكي كل هالحكي عن شغلنا، بس الشرطة ما بتقدر تساوي كل شي، فيها تحميك لمدة معينة. أنا لو كنت محلك ما بحط بنتي بخطر أبداً. بدي أسألك سؤال، أنت ليش عم تحكي معي هيك؟ والله من خوفي عليك وعلى بنتك. تعي بنتي. سيدي تأخرت، وينك لهلأ؟ لك ثابت تعبان كتير؟ يلا تعال بقى، لك يلا خلصني. خير ثابت؟ انت بس قلي شو بدك؟ دكتور؟ دكتور؟ شوفي ما بعرف شو صار له، بسرعة بسرعة ساوي له شي. أنا صرت مضطر حوله لمشفى أحسن من هاي. ما بيصير، سيدي الضابط هلأ بيجي ومعه دكتور. هاد الحكي ما بيمشي معي، المريض مو بقيام معه وقت كتير، بتحمل ساعة أو ساعتين. ماشي أنا راح أتصل فيه. راسي شو اللي صار لي أنا؟ راسي. أنت مغمي عليك. شو؟ مغمى علي؟ طيب كيف صار معي هيك؟ أكلت ضربة بالأنينة على راسك. شو تليفوني عم يرن؟ بس ما فيك ترد على حدا بالمرة. وين راح خضر أغلو؟ وشو دخلك؟ لا تتحرك ولا اسمع الكلمة. القاتل أواس السيد رأفت قهوجي من هذا المكان. هون مكان الحادث والعالم متجمع كتير هون، وقسم من قيادات الحزب راحوا على المشفى، ولهلأ ما بنعرف أي تطورات بخصوص رأفت قهوجي. قيادي كبير بالحزب ومنتمنى من الله ما يعافيه. لو سمحتوا يا شباب ارجعوا شوي لورا. يلا يا شباب بدنا نشوف شغلنا. بس صورة لو سمحتوا. بعده طمني مسكتوا للي قتل الشاب؟ مسكناه سيدي، حولناه على المحكمة. بس خلينا نصور. بس الناس اللي هون كتير معصبة. يلا من هون في عنا شغل. ماشي امنوا المكان بشكل منيح، لا تخلوا حدا يقرب. حاضر سيدي. لازم العالم تعرف شو صار. بس صورة للقتيل. عم قلكم ارجعوا لورا يا شباب. تركني بدي صور ابني. يلا لورا ابني. وقفي لوين رايحه؟ شو صار له ابني؟ خالي وقفي هون. لك ابني وينه؟ هدي حالك. طولي بالك طولي بالك. ليش هيك سويت يا ابني؟ ليش هيك سويت؟ مين هاي المره؟ على ما يبدو هاي ابن ابني. زعلانة على ابنك كمان. شو جاي تعمل؟ سويت بحالك يا ابني. عن جد ما بتستحي. اهدي شوي لو سمحتي حالك. والله قلبي عم يحترق. ما بصير هيك يا خالي.
تعي معي شوي. لك انا ما ضل عندي الا هالولد. لا تعني الحالي. اصلا كل حق علي. امشي معي خالي امشي. لك انا اللي تركت روح على الموت برجلي. خالي اهدي شوي بقى اهدي. ليش هيك سويت يا ابني؟ ما بيصير هيك. لك يا ابني هاي الدولة قلنا نحن الكل. ارجعوا لورا. خلوا ابني قاتل. لك ارجعوا لورا. يلا من هون يلا. بكفي بقى. وينك؟ اسمعني شوي. قديش عم يعطوك راتب هدول الكلاب؟ أنا رح أعطيك الضعف، شو رأيك؟ إذا بدك بكبر لك كوخك. بلا لعي فاضي ولا؟ طيب ليش زعلت؟ أوه. أنت مهمتك هون كلب حراسي ما؟ باين عليك وفي لصاحبك. أنا ما حدا بيقلي كلب. وين راح صاحبك ولك؟ أعمل لك أحكي، أحكي ولا بتموت؟ ما بعرف. لك أحكي، أعمل لك وين راح؟ أقسم بالله ما بعرف وين راح. لك بكفي حرام عليك مش عم الله والله مذنبي انا ريم العصايه ولك عم تتقوى على مرخ تياره خلصنا يا جماعه موتوا تستاهل تموتي عديمة الشرف لازم تموت خلص وقفوا بقى رجعوا لورا ما بيصير اللي عم تساووه وقفوا رجعوا خلص يا شباب جاو يلا كلكم لورا اللي بيقدم لهون رح اوصل بدل ما تحمي الارهابيين كان احسن تحمي قائدنا يلا اطلبوا الاسعاف فورا بسرعه يلا يا جماعه يلا لك يلا من هون رجعوا لورا لك يلا خلصونا وقت القتله وقت القتله لك انا اولادي اثنين راحوا مني بيت اخذوا اولادي وضيعوا لي اياهم يلا هلا بتجي سياره الاسعاف ورح ناخذك على المشفى وقت القتله خلص بقى يلا من هون يلا طب شو الفايدة إذا بقيت عايشة يا ابني ما في فايدة من حياتي بالمرة لا تخلي أولاد أمها التانين يموتوا هيك هاد طلبي الأخير من الله موت القتلة 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 يلا من هون يلا خيري كيف ثابت هلأ؟ وينك لهلأ سيدي؟ أنا صارت معي مشكلة لا تقولها بس ثابت حالته كتير خطيرة والدكتور قال لي إنه بالكتير بيعيش كم ساعة شو ما لقيته العديم الشرف هداك؟ لك لقيته بس هرب الكلب يلا أنا شايل عنك طمن ثابت ما راح يموت مثل ما عم قلك ما راح خلي ثابت يموت بإذن الله ما بيموت قول إن شاء الله يلا هذا اللي كان ناقصنا انت لورا هلا بالعمليات بالمشفى اللي وراي والحزبيين عم يستنوا خبر من الدكاتره اللي رح يعملوا له العمليه ليكو اجا 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 ليكو يلا صور بسرعه صوره للدكتور خذ له الصوره بسرعه بسرعه صوروا كل شيء من فضلك سيد خضر ممكن ناخذ منك توضيح بس سؤال يا شباب بدنا نطمن على مثل ما تكون شايفين انا ما بعرف شيء هلا اجي من فضلك سؤال واحد بس رح شوف وضع المريض وبجاوبكم على كل اسئلتكم
شوفكم بعدين. لحظة سيدي. لو سمحت سيد خضر بدنا نطمن بس. بس سؤال. احنا لازم نعرف شو عم يصير. في خطر على حياته شيء. لو سمحت جاوبني. اهلا وسهلا فيك دكتور. السيد رأفت لساته بالعمليات؟ طبعا دكتور وما بقى الا تخلص العملية. كيف وضعه؟ في وحدة من الرصاصات فايتة من بطنه على معدته. والثانية فايتة على الصدر ومكسر ضلعين عنده. بظن انه تجاوز خطر الموت هلا. ماشي رح شوف الحالة بس يخلص. كيفه هلأ؟ في شي جديد؟ ما في شي سيدي. الزلمة رح يروح من إيدينا. خلينا نساوي شي. طيب على القليلة ناخده لشي مشفى. وشو رح نستفيد إذا أخدنا؟ نحن لازمنا خضر أغلو. لك اطلع على حالته، وضعه كتير سيء. ما بخليك تروح على أي مكان وتتركني. يلا ثابت بس تحمل شوي. هو مسموح لك تموت ثابت. أنت لازم تعيش. لك أنا بفديك بروحي بس لا تموت. يلا في. ثابت. لسه في أرواح كتير بدنا ناخدها. ما رح أسمح لك تتركني وتروح بنص الطريق. صدقني رح نضل سوا بالحياة وبالممات. تعرف كأنك بلغت شوي بالحكي. خيري يا ولد اطلع من راسي أحسن لك. فهمت؟ ماشي. اطلع من راسي. ماشي. انت عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. ليش لأكذب؟ كان الباص ماشي عم وقف وطوقونا من كل النواحي واخدونا على مكان، ولما نحنا وصلنا شفنا رئيس الوزراء. عن جد شفتي رئيس الوزراء؟ على فكرة هو مو مثل ما بيطلع على التلفزيون، يعني بالحقيقة شكله غير، بيختلف. معناتها رجعتوا لهون مو هيك؟ ايه والله رجعنا وانا كتير مبسوطة. اشتقت للمدرسة واشتقت لك. بتعرفي انا خفت كتير نفترق. ما رح نفترق بإذن الله. سيدي شو هذا اللي سمعنا؟ الحمد لله على السلامة. على أي وحدة عم تسأل؟ ما نحن من مشكلة لمشكلة. والله رح أجن. شو صار معكم؟ لقيتوا شي بمكتب المحامي؟ لقينا كل شي سيدي. حسب الوثائق اللي لقيناها أركان كوندو طلع بيعتمد كتير على المحامي سيدي. ولقينا خطة سرية بتخص عملية باسم شامار. سيدي غيس. سيدي شو في خيري؟ ليش ملهوف؟ لقيته العديم الشرف. مين؟ أنا قصدي خضر أغلو طالع على التلفزيون. ليكو حاطينه بس مباشر. هو مو في عنده مشفى خاص من هنيك البس. أي يلا لك لازم نروح بسرعة. يلا شباك استنى شوي. شو من شان ثابت؟ رح ناخده معنا. لا تضيع وقت خيري. يلا بسرعة خلصني. يلا أهلين خضر. سيدي غيس بالمستشفى. ما بعرف كيف هرب من البيت بس بجهز بعض رجاله لهنيك. أكيد بيكون مكوي مجسسهم فوق بعض عندي بالبيت. عم قلك غيس هون بالمستشفى. أنا راح أترك المكان فورا. شو عم تقول انت؟ وين بدك تروح ولا؟ شبك هلأ مو وقت الحكي انت التاني. بالأول خلص قصة رافت اللي عندك وبعدين روح لجهنم اللي بدك ياها. لك مين عم شوف هون؟ شو كيفك حضرة المدير؟ كنت حابب أخذك بالأحضان بس بيتجعلك جاكيت. ما في مشكلة. أنا مالي مشتاق لك كل هالقد. قلي شو سبب زيارتي لكم هي المرة؟ يعني ما بتعرف؟ الشباب ما خبروني أي شيء. وين قالوا طابع العناية تبع الزلمة؟ قال فوق سيدي فوق. امشي بسرعة. يلا. ما بتحكي ولا كلمة. ممدوح ومدير القسم. لك ايه والله هذا المدير. هذا المدير نجيب. ولك ولي على قامتي. لحظة لا تروح راحت علينا. المدير نجيب والضابط ممدوح جايين لهون. هذا اللي كان ناقصنا. لو سمحتي خبرينا هذا هو الزلمة اللي شفتيه بالمكتب؟ Thank you.
ناريمان خانم، جاوبيني بسرعة. لا